ان شاء الله بحول الله نعطيكم واحد الفائده هذه الليله تكون منفعه للجميع. انا من مدينه مكناس، ومكناس نسبه الى الاسم الجميل الذي اطلق عليها مكنسة الزيتون، نسبه الى المكنسه الى المنظفه، ولكن كانوا تيقولوا عليها بانها مكه والناس، ان كان فيها تبارك الله الخير، كان فيها الخمير، وهي عاصمه الملوك والعمله حينها التي كانت في المغرب هي العمله الاسماعيليه نسبه الى المولى اسماعيل رحمه الله. فهي كانت الطريق لجميع المدن، من الرباط الى سلا الى الدار البيضاء، ومن يريد الذهاب الى فاس لابد له من المرور الى مدينه مكناس عاصمه الملوك. وانا احب هذه المدينه لاني منها، فساعطيكم فائده عظيمه. اللي مسكين هو ضعيف وتيحس بالهزل في الصباح، مسكين دقدق مفاصيل ديالو ما فيه ما يتشاف، تنوض الصباح مسكين راسو تيضرو، الحلق ديالو ناشف، الصغير يشرب. هذا ان شاء الله بحول الله. اولا خصو بعدا يكثر الماء، بعدا يشرب الماء طبيعي معدني، اللي ما عندوش الله يحسن العوان يطيب الماء تيتحيدو منو دوك الغازات التي تمر عبر الهواء، وتيترسبو دوك المواد الصلبه الكركير تيهبط لتحت، والحمد لله وتيتحيدو منو بعد المواد الكيميائيه. هذا الماء ديال سيدي الروبيني. اما عليه وحرازم وسايس هذاك راه ماء طبيعي، ثلاثه يطرو في النهار تبارك الله، تيتغسل المصران، تتغسل المعده، تتصفى الكبد، تتصفى النبوله، غادي جاي للمرحاض تتصفى مع راساتك. وبغى يغسل الجسم ديالو مزيان باش مابقاش يحس بالتدقديق، وبغى يحس بالرخاوه في الصباح، يدير واحد العصير هي بالماء البنجر والتفاح والسطرو ديال الماء المعدني ولا داك الماء اللي طيبتي، تتصفيه وديرو بهذا العصير الطبيعي، جوج باربات اللي هو البنجر، تفاحه وحده، سطرو ديال الماء. الباربه ما تتطبخ ما والو، تتقشر وتتحك وترفرقوا ديك التفاحه على اربعه بالعواد ديالها بالعظام ديالها بالقشور ديالها بكلش، مع السطرو ديال الماء نعصرهم بلا سكر بلا والو. نهبط على داك الكاس في الصباح على الريق، ما نفطرش على 40 ساعه، على 40 دقيقه، انا قلت لك 40 ساعه 40 دقيقه عاد نفطر. باش نفطر زيت الزيتون، خبز ديال الشعير، كاس ديال اتاي كل ناقص من السكر، ونتغدى بطاجين ديال السمك ولا طاجين ديال اللحم يكون ناقص من الدهون، ونتعشى بالسميده ديال الشعير فيها زريعه الكتان وحبه حلاوه. والا ثلاث ايام متابعه تتغسل الجسم ديالك وتبقى فيك لا بوصفير لا فقر الدم لا نبوله، تتولي تبارك الله راجل وتتولي قوي الرجل الحديدي. وهذا ما تيسر من فائده هذه الليله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله.